بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم تاني مع حلقة جديدة من حلقات برنامج المعلوماتي من قناة الصحة والجمال، ومعانا ضيفنا العزيز الغالي ابن مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ابن مركز الدلنجات البار، الدكتور حاتم سرحان. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بإدارة القناة المحترمة، وأنا سعيد جدا إن أنا وصلتكم النهاردة. والله يعني شيء بيمثل شرف ليا وفخر ان انا اكون معاكم. الله يخلي حضرتك يا دكتور. سريعا كده عايزين نبذه مختصره عن الاستاذ حاتم سرحان. مين هو الاستاذ حاتم سرحان؟ حاتم سرحان نقدر نقوله كده ان هو مواطن بسيط من اهالي مركز ومدينه الدلنجات. انا مواليد قريه طيبه، ودارس قانون وعامل دراسات عليا فيه، ويمكن استهوتني الصحافه من الصغر لدرجه ان انا بداياتي كانت يعني اول حاجه عملتها في حياتي كانت مجله صغيره كده اسمها الاحداث الجاريه. تمام. متضمنه اخبار القريه كده على كراسه، يعني ورق كراسه رسم وكده. تمام. فكانت ده بداياتي في وبدايه هواياتي مع موضوع الصحافه. تمام. يمكن انا تقدر تقول حد استهوى طيبة الناس في بلده، ودايما كده العمل الخدمي والعمل التطوعي كده ايه في دم، يعني حب الناس والحب اللي بيغمروني بيه طول حياتهم ده انا اسير هواه والله. تمام. وده يمكن كان محفز ليا وبيديني طاقه دايما ان انا اكون وسط الناس في الشارع، وان انا نحاول نقدم لهم حاجه قدر المستطاع. وده فندم طبعا اللي ادى حضرتك جماهيريه غير عاديه في مركز دلنجات، وحب اهل الدلنجات الطيبين ليه لحضرتك طبعا ده ما جاش من فراغ يعني. طيب سمعنا ان معاليك ليك انجازات على ارض الواقع في مركز الدلنجات والقرى المجاوره، تقدر تقول لنا حضرتك ايه هي الانجازات اللي حضرتك حققتها على ارض الواقع؟ طيب انا اولا سؤال أنا أبسط من كلمة معاليك، شوية أنا أبسط من كلمة معاليك، أنا مواطن بسيط عايش والله بحب الناس. إحنا مش بنفاجئ حضرتك يعني بالسؤال ده يعني ولا حاجة. أنا والله يا أستاذ محمد، والله أنا لو طلعت بحاجة كويسة في حياتي كلها، يعني أنا واخد حظي في حب الناس بدرجة كبيرة جدا. تمام. وده أنا رضيت بيه والله، يعني الإنسان لما يبقى نصيبه حب الناس دي حاجة ما فيش بعد كده في الدنيا يعني. من حبه الناس حبه الله. الحمد لله. إذا كان أنا هي مش انجازات بمعنى اصح، نقدر نقول ان هو حق اصيل للناس. تمام. حاجه كده حق مكتسب لاهلي عليا ان انا دايما نسعى في كل مكان. تمام. وعلى فكره هو كده كده من الاخر يعني حاجه الناس مقضيه مقضيه. تمام. انا سبب من الاسباب، اذا كان ربنا دايما حطني ومديت ايدي في يوم وساعدت حد. تمام. ده مش مني ولا فضل مني. تمام. ده فضل للناس، وده حق الناس علي. وانا يمكن عشان كنت عضو لجنه مساءله مجتمعيه على فتره طويله جدا. تمام. فانا كان ليا يعني كان ليا باع طويل في خدمات التكافل والكرامه، ويمكن عملت ساهمت في انجاز الاف المعاشات سواء ضمان اجتماعي او تكافل وكرامه لاسر كتير جدا، وخدمات التربيه والتعليم والصحه، وكنت يمكن اول حد عمل ملف خاص بمكتب التاهيل المهني في الدلنجات كان في عهد السيد اللواء مدحت الزغد، كان ده في 2019. يعني ملف التاهيل المهني بدايه مكتب بدايه اول ورقه وقت اتقشرت بخصوص مكتب التاهيل المهني في الدلنجات، لان احنا كنا تابعين لمركز كوم حماده. تمام. في 2019 تحديدا كانت أول ورقة اتعملت في ملف في مكتب التأهيل المهني في عهد اللواء مدحت الزغد، وكانت حتى الأستاذة ناهد عشوش كانت هي اللي ماسكة التأهيل في مديرية التضامن بالبحيرة. تمام. فكانت دي البدايات، ويعني الحمد لله الناس قدموا لنا كل التيسيرات والتسهيلات لغاية ما تم إنجازه بمساعدة إخوة كرام برضه في عام 2022. تمام. استاذ حاتم سرحان في كمان يا استاذ محمد اتفضل. كنت انا سعيد لانجاز مكتب بريد نموذجي في الدلنجات. تمام. وكانت قطعه الارض عملنا لها قرار التخصيص، وكان حد من هيئه البريد تواصل معانا والله وانجز معانا كمان،
بل ان هو شوف تخيل انهم بعتوا لنا الاعتماد المالي قبل قضايا التخصيص ما ينتهي. تمام. لا ولكن حصل شويه معوقات كده فيه، بالاضافه طبعا مكتب البريد المطور بقضية طيبه الحمد لله اللي ساعة فيه واللي جرى فيه واللي داس كده بقلب جامد فيه عشان ينجزه بسرعه كان العبد لله، والحمد لله كللت هذه الجهود بالنجاح. الحمد لله. استاذ حاتم سرحان، سمعنا ان معاليك خط معارك كثيره صحفيه بخصوص الحفاظ على المال العام، عايزين حضرتك كده تحدثنا عن بعض المعارك التي حضرتك خضتها في الحفاظ على المال العام. الحمد لله يا استاذ محمد، وده برضه بفضل ربنا وبدعم كل اهالي البلد المحترمين وبدعم ناس كتيرة كانت في ظهري، مش عايز نذكر أسماء كده عشان لو ذكرت أسماء هننسى ناس كتير طبعا. كان خط معارك فعلا عديدة، وكان يمكن أبرز المعارك اللي أنا خطها فيه من خلال النشر، على فكرة أنا بقالي 15 عام شغال في مجال العمل الصحفي واشتغلت في عدد كبير جدا من الجرائد، وكنت تناولت تحقيقات لامست الشارع. تمام. كان أبرزها على سبيل المثال، كان حصل مرة واقعة في إدارة الدرجات الصحية إن مجموعة طلعت قروض وهمية على بأسماء 220 موظف. قروض وهمية؟ قروض وهمية، الناس ما تعرفش بقى، الموظفين ما يعرفوش بقى خالص. تمام. من الإدارة ووحداتها، وكان بنك اسكندرية 200 وكام يا فندم؟ 220 موظف. 220 220 موظف، 220 أسرة أصبحوا عرضة ان رواتب رب الاسره طبعا او ان كانت ربه الاسره اللي شغاله تمام بالخصم، وفعلا بنك اسكندريه خد احكام نهائيه بالخصم على الموظفين. تمام. والحمد لله ربنا قدرني، يمكن انا قعدت ننشر في الموضوع ده حوالي 6 أعداد متواصله لغايه ما امر النائب العام بفتح باب التحقيق من جديد وانصف. تمام. الموظفين، والحمد لله عدنا الحق لاصحاب. وكان في قضية كمان خاصة بالمكتبات في إدارة الدرنجات التعليمية. كانت إدارة الدرنجات التعليمية في فترة ما بتشتري كل كتب المكتبات، مكتبات الإدارة بالكامل، بالأمر المباشر من دار كتب خاصة بدون طبعا عمل مناقصات أو مزايدات عليها. والحمد لله برضو تصدينا بالنشر لهذا الامر وكللت جهودنا بالنجاح وتم ايقاف اهدار المال العام. الله كل خير. وكان في قضيه طبعا مثيره جدا، هي دي تعتبر الابرز، خاصه بنقص اسطوانات الغاز في محافظه البحيره. وانا تناولت الموضوع بالناشر في 2015. تمام. ومشكورا كان محافظ البحيره السيد اللواء محمد عبد الحميد شعراوي، بمجرد ما نشرنا كان في غاز معين بينباع بطريقه معينه تحت مسمى غاز مباشر، ده يعني غير شرعي او بطريقه غير شرعيه، اتخذ السيد اللي هو المحافظ قرار بوقف بيع الغاز المباشر، وظلت القضيه دي متداوله في المحاكم بيني وبين احدى شركات الغاز من 2015 ل 2020، والحمد لله برضه بفضل ربنا وبقضاء مصر العادل وبمساندة كل الشباب المحترم في الدرنجات واهل الدرنجات. سرحان معانا الدكتوره فاديه مكينه على الهواء، اتفضلي يا دكتوره. يا اهلا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره. تحت امر حضرتك، ازاي؟ منوره الدنيا يا دكتوره والله. ده نور حضرتك، ميرسي قوي على ذوق حضرتك. الله يخليك يا دكتوره. معانا الدكتوره فاديه مكين، تحب توجهي حاجه للاستاذ حاتم سرحان؟ اه طبعا، كل الاحترام والتقدير للاستاذ حاتم سرحان، شخصيه ممتازه جدا، وابناء الدلنجات انسان عطوق جدا وخلوق، وانا بدعي له ان شاء الله بالتوفيق، ويا ريت يكون معانا في النواب المرحله القادمه. والله ده من ذوقك والله، وكلامك ده وسام على صدري والله يا دكتوره. حضرتك بصمه وشرف على وسام على صدرنا كلنا. الله يخلي حضرتك يا دكتوره. وطبعا وانا اقل من كلامك الجميل ده والله، وانا مدين بالفضل ليكي ولكل اهل الدلنجات اللي كانوا دايما في ظهري وكانوا سند وكانوا على علم ببصمات حضرتك برضو يعني. الدكتوره فاديه من تواضع حضرتك استاذ حاتم. الدكتوره فاديه بصمتها في الشارع على طول ومتواصله مع الكل، وشخصيه محترمه. بنشكر حضرتك يا دكتوره فاديه مكين، شرفنا بوجود بمداخله حضرتك الجميله. ميرسي قوي، ميرسي على ذوق حضرتك. الله يخليك يا دكتوره.
دكتورة فاضية مكين طبعا شخصية يعني محترمة، من الشخصيات المحترمة، واكيد طبعا يعني من الشخصيات اللي لمست بصمات حضرتك على ارض الواقع. ربنا يحفظك يا دكتور، ربنا يحفظك يا معالي المستشار. وانا والله كلامكم الجميل النهارده يعني بيديني طاقه على الطاقه، ان انا لازم الواحد بص بقى يعني مش يجيب اخره وبس، لا بصراحه ربنا يعني مدين بالفضل دي. احنا كلنا بنسعى لخدمه اهالينا في مركز الدلنجات، لان مركز الدلنجات شعب الدلنجات والكره المجاوره لمدينه الدلنجات ناس طيبين، وربنا يجعل كل واحد يقدر يعمل حاجه بجد للبلد ديت يعملها. استاذ حاتم سرحان، ماذا تتمنى لمركز ومدينه الدلنجات الفتره القادمه؟ طيب امنياتي لكل اهلي في الدلنجات بدوام الصحه والعافيه والامن والامان، ولبلدنا مصر الحبيبه في كل بقاع وشتى انحاء مصر بالامن والامان. ولكن انا هنتكلم عن المنطقه اللي انا فيها تحديدا، عن مركز الدلنجات. تمام. انا مش هنطلب مش هنطالب بحاجات مستحيل. تمام. انا عايز ان احنا نتساوى بمراكز الجوار. يعني انا عايز مركز الدلنجات عندنا مستشفى، نفسي نشوف مستشفى الدلنجات زي مستشفى كوم حماده ومستشفى ايتي البارود، مراكز الجوار ومستشفى حشيش. تمام. احنا عايزين يعني هو اقل حاجه ان انا نطالب بها للمواطن في بلدي خدمه صحيه محترمه. تمام. الدلنجات بتعاني وتعاني من نقص شديد جدا في المستشفى العام، في المستشفى، وعندنا تهالك شديد في شبكات الطرق. يعني انا طريق قرية طيبة ابو سيف مثلا، الطريق ده بيعاني من 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 يعني ظلام دامس، الطريق غير صالح ابدا لسير السيارات عليه. طريق الخيري اللي كل يوم حادثه عليه يوميا، ده احنا عندنا ضحايا على طريق الخيري اكتر من ضحايا الحروب، يعني يوميا بنسمعهم عن حادثه على الطريق ده. فانا بناشر المسؤولين حتى على الاقل نعملوا مطبات. تمام. محتاجين مطبات صناعيه، مطبات حقنا للدماء. عندنا شبكه المرافق، شبكات الكهرباء، عندنا حياه ياما ناقصه جدا. محتاجين مبنى معاشات، محتاجين مبنى نيابه اداريه، محتاجين فعلا. احنا ناقصنا خدمات. قريتي اللي هي قريه طيبه، الغاز الطبيعي لغايه النهارده مش عارف ايه سبب تاخيره يعني، وبعض المناطق في مركز الدلنجات. في قريه مهمه جدا يا جماعه، نفسي نظره من المسؤولين، لان انا كنت عايش المشكله دي مع رئيس القريه، الصرف الصحي لزمران النخل، قريه زمران، قريه زمران وبعض القرى فعلا يعني الناس دي بتعاني معاناه شديده جدا. حاتم استاذن حضرتك، معانا الاستاذ محمود المصري المدير المالي بمستشفى عام الدلنجات. المدير الاداري. المدير الاداري، عفوا، المدير الاداري. وعليكم السلام. الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟ استاذ محمود، محمد، انا سعيد بحضرتك. استاذ محمود، الله يخليك، الشخصيات المحترمه. الله يخليك يا استاذ محمود، احنا اللي سعداء بحضرتك يا استاذ محمود والله. مبدئيا يا استاذ محمد والله انا سعيد خالص بالمداخله ديت الليله مع حضرتك، لانك صاحب فكر متحضر وحديث ومحترم، وضيفك المحترم الخلوق راعي البسطاء ومحارب الفساد في مركز الدرنجات كله الاستاذ حاتم سرحان. الله يخليك يا استاذ محمود. انا بس كنت عاوز نسال الاستاذ حاتم سرحان، ان شاء الله باذن الله لو ربنا قدر له ان هو يوليه علينا ان شاء الله الدوره اللي جايه دي باذن ربنا، القيادات بتاعت مركزنا اللي ودونا في داهيه كلنا بقى على اختيار كل قياده. استاذ محمود يعني استاذ محمود من استاذن حضرتك، هيبقى اختياره لقيادات مركزنا ايه؟ باستثناء مدير المستشفى، لان مدير المستشفى ده اعلى سلطه فنيه طبعا في البلد، مش عاوز اختيار يبقى تبع ده ولا ده، لانه اعلى سلطه فنيه في البلد. تمام. استاذ حاتم بقى، قيادات مركزنا هل هيبقى في يعني حاجه حديثه هتعود علينا؟ طبعا احنا من كلنا عنينا من الزمن اللي فات والزمن اللي احنا عايشين فيه ده. تمام يا استاذ محمود. الفرصه دي بقى يا استاذ محمد، عاوز نقدم تهنئه للاستاذ شريف خليفه ان هو راجع تاني الحج لاصحابه، طبعا مدير مال واداري الاداره الصحيه في الدلنجات، بعد ما اتظلم من ناس كتير خالص، وخاصه اصحاب المصالح الشخصيه اللي هم استفادوا من وراه وذموا فيه. تمام يا استاذ محمود، رساله حضرتك وصلت. طيب. يا فندم، واحنا بنشكر حضرتك بالمداخله الجميله ديت. طيب انا بنوجه تحياتي الحاره
لأخويا المحترم الأستاذ محمود المصري. وعلى فكرة الأستاذ محمود المصري من الناس اللي هي بصراحة ربنا تحطه في المكان وتعتمد عليه. تمام. حد كده بيتحرك كتير، حد ما بيسيبش الناس، مثال طيب للموظف اللي هو عايز يخدم الناس بشتى الطرق. هو بس كان يعني في جزئيه بس كده، بس كنت لما اوضح احنا اسفين قطع كلام حضرتك. هو بيقول يعني قيادات كذا، احنا مش عايزين كلمه قيادات كذا، يعني احنا بنقول هم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. انا عايز نقول احنا مننقل، انا عايز نقول احنا كلنا استاذ حاتم في مصلحه اهل الدلنجات والكرة المجاوره، احنا لهم ما له وعليهم ما عليه، اللي فات احنا مالناش دعوه بيه خلاص. طيب برضو هم مسكوا فتره عملوا ما عملوش، احنا ننقل بقى. انا كل احترامي لاي حد تولى منصب قيادي في مركز الدلنجات. تمام. دول اخواتنا على فكره، مش دول طالعين من وسطنا طبعا، بس فعلا هو لامس حق، وفعلا تمام. المفروض معايير الكفاءه، معايير الاحقيه، عايزين ناس من البلد تخدم الناس، عايزين حد يخاف على مصالح اهلنا. تمام. عايزين حد يكون انتمائه لنا، ينتمي لبلدنا، ينتمي لمركزنا، يكون خايف على الناس وخايف على مصالح الناس ويهتم بمصالح بأمرنا، مش أكتر من كده. تمام. أستاذ حاتم في حاجة كده، سؤال طبعا هو مش معايا في الورقة، ولكن سؤال أنا اللي بسأله، بعيد بقى إيه، نركن الورقة على جنب. الدروس الخصوصية عندنا بالأخص في مركز الدلنجات، يعني أنا عندي معاهد أزهار، عندي مدارس تربية وتعليم، المعاهد والمدارس دي انعملت عشان الناس الطلبة تتعلم فيها، ابتدائي اعدادي ثانوي. ليه كميه الدروس الخصوصيه اللي احنا بنسمع عنها خاصه في مركز ومدينه الدلنجات؟ انا اعرف النهارده مدرسين بنت عماير وابراج، بنت فلل من الدروس الخصوصيه، بالرغم ان انت اصلا موظف في الحكومه ماشي وتتقاضى مرتب. ليه الدروس الخصوصيه النهارده الطالب يا استاذ حاتم؟ تمام. انا معلش انا بسال حضرتك سؤال بعيد بقى خالص، ده السؤال اللي انا مطلعه من عندي. تمام. النهارده الطالب تمام بيصرف 2003 دروس خصوصيه. تمام. انا بقول الله يكون في عون اولياء الامور عندنا في مركز الدلنجات، وخاصه الدروس الخصوصيه دي بالذات. طب ما انت استاذ وبتدي في المدرسه، طب ايه اللي هيحصل لو خليت شرح حضرتك زي ما هو في المدرسه زي ما هو في الدرس؟ ده انت بتشرح في الدرس احسن من المدرسه. قال طب ما تشرح زي ما انت بتشرح في الدرس، اشرح في المدرسه. هو الكتاب الامتحان يا استاذ حاتم، الامتحان هيجي من بره الكتاب؟ يعني انا داخل امتحان جغرافيا هيجي لي هبص الاقي الورقه امتحان صرف؟ ما هو امتحان جغرافي. بس ان الفرق هنا، وانا بقول الكلام ده خاصه عندنا في مركز دلنجات، ان الفرق هنا ان احنا عايزين الاساتذه تمام زي ما هي بتدي في الدروس تدي في المدارس. تمام. ونلغي موضوع الدروس الخصوصيه ده يا جماعه، ان الدروس الخصوصيه دي في اولياء امور كتير والله العظيم، يعني انا مش عايز يعني انا مش عايز اتكلم ولا عايز اذكر اسماء، في اولياء امور كتير بتعاني من مصاريف. طيب انا معانا الاستاذ وائل علواني بس في مداخله هاتفيه. معالي المستشار المحترم، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ الله يخليك يا وائل، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم الصاحب الكبير استاذنا الاستاذ حاتم فتحي. الله يخليك يا معالي المستشار وائل علواني، من الشخصيات المحترمه. والله حضراتكم شرف للدلنجات واهل الدلنجات كلها. الله يخليك يا وائل، ده حضرتك شرف لينا، ومداخله حضرتك طبعا بالدنيا عندنا يا فندم، ده شرف ليا والله. انا بحييك يا فندم، لان حضرتك كنت طبعا صاحب فكره استرجاع التليفونات المسروقه المفقوده على مستوى البحيره يا فندم، ده حاجه حقيقه ليا يا فندم. الله يخليك يا معلم، احنا اللي يهمنا مصلحه اهلنا في مركز الدلنجات، احنا كلنا احنا بنشتغل الليل والنهار. منورنا يا معالي المستشار، والله منورنا يا معالي المستشار، عشان خاطر اهالينا في مركز الدلنجات، من المعالم الطيبه ومن الشخصيات الجميله جدا في مركز الدلنجات. ربنا يخلي حضرتك، حد راقي بكل معاني الكلمه، وحد يجيد كده التعامل مع الناس، وحد غايه في اللطف والله، وغايه في الادب والاصاله بجد يعني. يا فندم احنا بنتعلم من حضرتك يا استاذنا الاستاذ حاتم. حبيبي حبيبي والله، بالعكس ده انا اللي بتعلم منكم كل صفات النبل والكرم والله. يا فندم والله حضراتكم من الرموز والقامات المشرفه في مركز مدينه الدلنجات قسما بالله. الله يخليك يا معالي المستشار، الله يكرمك. انا سعيد بحضراتكم والله، حضرتك والمستشار محمد الكومي من الناس الرموز بتاعه الدلنجات. احنا سعداء والله بمداخلتك، وهي ده وسام على صدري ان انا نكون ضيف في حلقه انت عملت مداخله فيه. ده شيء يشرفني يا فندم والله، المداخله البسيطه دي انا حبيت امسها على الاستاذ محمد وعلى كل الموجودين. الله يخليك يا معالي المستشار، الله يخليك، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ربنا يحفظك يا حبيبي. طيب نرد على النقطه بتاعه ال انا بس استاذن حضرتك، النقطه الخاصه بالدروس، في اولياء امور مقتدرين
والله طب. العظيم وفي اولياء طب. امور يا دوب بيجيبوا قوت يومهم. ما انا عشان كده هنلغي موضوع الدروس الخصوصيه دي والمدرس النهارده ده بيبقى في المجموعه بال 150 طالب ده المجموعه. شوف طيب. بيبقى عنده كم مجموعه يا استاذ حاتم؟ بص يا محمد المدرسين عندنا في الدلنجات بنت عماير وابراج من الدروس. انا متفق معاك في بعض الامور في مدارس وفي معاهد متفق معاك في بعض الامور منها ان لازم المدرس يدي بكامل طاقته وكل اللي عنده كله يطلعه في حصته. ولكن موضوع الدروس ده انا شايف ان محدش يعني معلش هي كده كده الظاهره الدوله بتحاربها بصفه عامه تمام. ولكن انا عايز نقول ان ولي الامر لو شايف ان ابنه محتاج حاجه زي كده فدي حريه شخصيه. انا ما قلتش حاجه. محدش هيجبره ان هو يودي ابنه في مكان معين تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو بس رجائنا من اخواتنا المدرسين والمعلمين ودول يعني انا واثق انهم ما شاء الله 99% بيتحلوا بالضمير والانسانيه والمهنيه. معانا باشمهندس عبد الجواد هندي. ازيك يا باشمهندس؟ السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس عبد الجواد؟ اهلا بحضرتك. حضرتك منور الدنيا يا باشمهندس عبد الجواد هندي والله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. واحنا سعداء جدا بمداخله حضرتك الجميله دي والله. تحياتي للمستشار محمد الكومي والدكتور المجتهد المكافح الدكتور حاتم سرحان. الله يخليك يا باشمهندس عبد الجواد. حابب باشمهندس توجه حاجه للاستاذ حاتم سرحان؟ والله انا بقول له الله يكون في عونك ويقويك ويوفقك. الراجل والله مسخر حياته ليل ونهار لخدمه الناس الغلابه. ربنا يحفظك. وهو يستحق فعلا نائب الغلابه بجد. ربنا يحفظك شهادتك وسام في خدمه العالم الغلابه والايتام والارامل والمعاشات والتكافل والكرامه. راجل ربنا يعني يقويه ويكافئه خير يا رب. ربنا يحفظك يا باشمهندس وشهادتك دي وسام رفيع وانت من الشخصيات المحبه يمكن من اقرب الناس لقلبي ودايما في ظهري كده ودايما من الايه العوامل المساعده والمحفزه. والله يا دكتور والله حضرتك فعلا ربنا يقويك ويوفقك. ربنا يحفظك يا حبيبي وربنا ربنا يقويك يا دكتور والله ويوفقك. ولا من دعمك لينا كده في كل مكان وفي كل زمان. الله يخليك يا باشمهندس عبد الجواد. حبيبي يا باشمهندس. استاذ حاتم سرحان، هل سترشح حضرتك لانتخابات مجلس النواب القادمه بمركز الدلنجات؟ ده سؤال بدري قوي يا استاذ محمد. سؤال بدري وجاب لي الهنا بسنه ولسه حتى مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي. ولكن انا والله اذا يعني وعد قدام ربنا اذا قدر لي الله وكنت موجود في المعركه الانتخابيه القادمه تمام وعد قدام ربنا ان انا سوف اخوض المعركه تمام بنبل وبشرف كل الموجودين اخواتي تمام وبلا استثناء. والله وانا بنكلمك في حاجه يعني الكل ملامسك انا مش عداوات مع حد خالص تمام. كل المرشحين اي حد هيلاقي نفسه في مواجهه حاتم سرحان في يوم في انتخابات ده اخوي تمام واللي بنتمناه لنفس يتمناه. احنا ممكن نظهر بعض وعايز نقول حاجه يا استاذ محمد فضل. ان ده وعد مني برضه عشان الكلام يبقى موثق ان انا زي ما الناس عهدتني على طول في الشارع وسط الناس تمام وان انا بنخدم الناس باجتهاد شخص مني ربنا تمام. بيوفقني في حاجات تمام. وحاجات تانية ربنا مش كل حاجه ربنا هيوفقك فيه تمام. ولكن انا والله بنجيب اخري. ربنا يقويك يعني انا اقدم كل موجود. ما عندي ولازم ربنا هيحالفك في امور وتوفق وحاجات تانية كده ايه بيبقى عقبات اكبر مني حضرتك. لكن وعد قدام ربنا ان انا هنبقى وسط اهلي دايما في الشارع تمام ان انا هنبقى سند للناس الغلابه تمام ان انا لو كنت في المعركه الانتخابيه القادمه ودي دعوه للكل دعوه تمام. للكل والله وخدها علي تمام. يا ريت في اي وقت ينجح مننا اتنين او كده يبقوا اتنين نواب واحنا بقيه المرشحين برضه نبقى معاهم نخدموا الناس. طيب احنا كنا شايفين حضرتك كده في بعض المواقف ممكن نشوف كده بعض الصور كده يا جماعه للاستاذ حاتم. ممكن نشوف بعض الصور كده تمام. طبعا الصور ديت يا استاذ حاتم طبعا لحضرتك تمام في وسط اهلك وناسك وهذه بتدل على الخدمات يعني
لا من جمل ولا حاجه، ده الصور باينه، ده الدليل القطعي مش الدليل الظني، ده الدليل القطعي. والله انا 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 برضه ما زلت مصر ان ده حق اصيل للناس عليا، لا منا ولا فضل. ولو انا في يوم مديت ايدي بالعوم في اي خدمه من الخدمات والله ده حق، ومهما عملت لا هنوفي الناس ولا هرد جمال الناس، وحب الناس عندي ده كنز عظيم جدا هنحافظ عليه بدي واسنان. تمام. يعني انا انا يمكن لو في حاجه كويسه عملتها في حياتي فانا استأصلت بحب قطاع كبير جدا من الناس. تمام. عايز نوجه الشكر كمان قبل ما ننسى. تمام. احنا مشكلين تيم خدمي كده في الدلنجات اسمه تيم ايدك في ايدين. تمام. ده بدعم المحبين، ده مجموعه من الشباب شغاله كده مسخره نفسها بمعنى اصح لتقديم العون والمساعدات للناس في كافه القطاعات. استاذ حاتم سرحان، طبعا احنا فخورين بحضرتك، وطبعا بنتمنى ان حضرتك تكون ضيف دايم معانا في الحلقه. شكرا جزيلا حضرتك الاستاذ حاتم سرحان ابن مركز دلنجات البار. كان معكم الاستاذ محمد السيد الكومي من قناه الصحه والجمال ومقدم برنامج المعلوماتي. تصبحوا على خير.